تم تنفيذ حكم الإعدام في الساعة 7 صباحا وفقا للوائح السجون. مين اللي حضر حكم التنفيذ؟ حكم التنفيذ مقيد وفقا للقانون، مأمور السجن، طبيب شرعي، أيضا ممثل النيابة العامة، شيخ أو واعظ أو اللي هو بيمثل الدين بيلقنوا الشهادة، ويتم التنفيذ فيه الساعة 7 صباحا. في لغط كتير جدا اتقال حوالين تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل، خاصة أنه محاميه كان رفع دعوة قدام محكمة القضاء الإداري بيطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام، ولكن وفقا لإجراءات السجون بمجرد التصديق عليه تم فرض حراسة مباشرة داخل منطقة السجون أو مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جمصة على محمد عادل. قبل 24 ساعة من التنفيذ كانت في حراسة مباشرة جوه الزنزانة اللي كان موجود فيها محمد عادل، وتم إعلامه قبل 24 ساعة إنه هو هيتم فيه تنفيذ حكم الإعدام في الساعة 7 صباحا.